هنبدأ هنا، هشتغل بخيط مختلف برضو للتوضيح. نخلص من الدبوس ونرجع لنفس النقطة تاني. ابتداء من هنا هناخد من تحت ومن تحت بنمرره طبعا انا اشتغلت هنا بلون مختلف كالعادة للتوضيح وللشرح. اقدر اتخلص من الاتنين دول لان بين كل واحدة واحدة في غرزة فاضية بسيبها. كده بيكون شكلها، وهنبدأ نشتغل عليها ونغطيها داخليا.